تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، انطلقت اليوم النسخة الأولى من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة تحت عنوان تحول الأعمال للحياد الكربوني الصفري، الطريق نحو مستقبل ناجح منخفض الكربون. وشارك في المنتدى أكثر من 400 صانع قرار ونخبة من خبراء الاستدامة وكبار المسؤولين في مملكة البحرين لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى المنطقة. وبهذه المناسبة أكد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ حرص مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعم المبادرات والجهود البيئية والاقتصادية المبذولة والدفع بها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يعزز المساعي الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية والبحث عن حلول اقتصادية وتنموية فاعلة تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتزام المملكة المناخية والبيئية. وأشار وزير النفط والبيئة إلى دور القطاع الخاص في دعم مسيرة البناء والتطوير ودور الخبراء والمشاركين في إثراء الحوارات العلمية التي تعد ركيزة المبادرات الخضراء والمشاريع التنموية المتنوعة والمستدامة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، متطلعا إلى أن تسهم مخرجات ونتائج المنتدى في دعم مسيرة الجهود المبذولة من أجل مواجهة تحديات التغير المناخية بما يعزز الازدهار والنماء العالمي. حاليا احنا ندعم الجهود في خفض الانبعاثات ونتابع خطط خفض الانبعاثات في الشركات والمؤسسات. التحول الى الحياد الصفري خطة جدا طموحة، تحتاج ان احنا نوفر الممكنات اللي تساهم في تحقيق الاهداف اللي اعلن عنها سمو ولي العهد من تطور تكنولوجيا، توفير التدفقات المالية، بالاضافة الى بناء القدرات. ستاندرد تشارترد بنك احد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر اليوم، واحنا كتير سعداء نكون مشاركين بالمؤتمر. ان شاء الله اليوم بالمؤتمر حنتكلم عن كتير اشياء، واحدة منهم دور التمويل المستدام والحلول الموجودة للاستدامة اللي ان شاء الله نقدر نوفرها للعملاء. في الواقع انه المؤتمر هذا شيء جميل جدا، وان شاء الله يضع البحرين في مقدمة الدول في المنطقة بالنسبة إلى التمويل المستدام وتمويل المشاريع البيئية، وهذا شيء جميل. احنا سعيدين جدا وفخورين جدا انه بنك الخليج الدولي له مشاركة ولو كانت متواضعة بالنسبة لدعم المبادرة الجميلة هذه،